أهلا بكم في حديث العرب. ضيفي هذا الأسبوع الباحث والأكاديمي الدكتور ماجد حرب، باحث متخصص في التربية. أهلا وسهلا دكتور ماجد. مرحبا دكتور سليمان، فرصة طيبة وسعيدة. الله حيك دكتور. حوارنا بيكون مركز عن كتاباتك وأطروحاتك حول تطوير التعليم والتربية والمناهج بشكل عام في العالم العربي، وهي مثل ما تعرف يعني قضية مهمة في أسئلة النهضة، في أسئلة التخلف، في أسئلة التطرف. دائما تطرح أسئلة عن التربية والتعليم، واقع المناهج إلى آخره. اسمح لي أبدأ بمقولتك عن أن التربية العربية الآن باتت محتاجة جدا إلى رؤى تصلح منهدمها. نعم. سؤالي الأول، هل يمكن الحديث عن تربية عربية يعني واحدة؟ هناك تفاوت كبير بين أحوال التعليم في المجتمعات العربية. نعم، شكرا جزيلا دكتور سليمان، وهذه فرصة طيبة أشكر لك أن أتحت لي الحديث عن السؤال التربوي في الوطن العربي، وهو سؤال كما تفضلت أنت على درجة كبيرة من الأهمية. الحقيقة عندما أتحدث عن التربية العربية أنا أقصد النظرية العربية في أيامنا. هل خلص الباحثون العرب المتخصصون في العلوم التربوية إلى نظرية تربوية متسقة تعيد أو ترأب صدع المنهدم من واقع أمتنا العربية، من منطلق أن لا خلاص لهذه الأمة إلا من خلال التعليم؟ هذا مما هو مفروغ منه، أنه لن نعيد لهذه الأمة هويتها أو هويتها التي نرنو إليها إلا من خلال نهضة تعليمية نحسن التعامل معها. أنا أتحدث عن غياب النظرية التربوية المتسقة. نحن لا نملك حقيقة المتسقة بمعنى مع ماذا متسقة؟ المتسقة بمعنى أنها تجيب عن جميع أسئلتنا عن جميع أسئلتنا التربوية وما يحيط بها وما يكتنفها من سياقات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. التربية العربية لا يمكن أن تنفصل أو أن تنظر إليها بمعزل عن هذه السياقات. هل أنت تفرق بين التربية والتعليم؟ هو ثمة فارق بين التربية والتعليم والتدريب أحيانا يضيفون إليها. تمام، يعني أنت أن تحدث عن التربية فأنت تأخذ بعين الاعتبار المنظومة القيمية أو الأخلاقية لتكون بالحسبان. التعليم ربما ركزنا على الجوانب المهارية والمهارات أكثر من غيرها. يعني على أني أقول سواء أخذنا بهذا التعريف أو بهذا أننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى نظرية عربية تجيب عن كثير من تساؤلاتنا، تعيد الثقة لدى المواطن العربي بنفسه أولا وبهويته العربية. هذا لن يكون الأمر أبدا إلا من خلال منظومة تربوية يصح أن نقول أنها تتعالق مع نظم سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية محيطة بها وليست بمعزل عنها أبدا. هل تقصد أن النظرية التربوية مرتبطة بمنظومة متكاملة يتداخل فيها السياسي الاجتماعي الاقتصادي؟ لا يمكن أن أم أنه كما يحدث في كثير من التجارب في الوطن العربي أن نستعير بعض التجارب العالمية الناجحة في موضوع التعليم تحديدا ونحاول أن نطبقها؟ لا، دعني أعطيك مثلا دالا على فساد فكرة الاستعارة من غيرنا، وأن الحل لن يأتي إلا من واقع الوطن العربي. في الغرب عندما تحدثوا عن التربية بدايات القرن المنصرم وأسسوا كثيرا من النظريات التربوية، أسسوها منطلقين من حقيقة مفادها أن الظاهرة التربوية يصدق عليها ما يصدق على الظاهرة الكيميائية والفيزيائية والجيولوجية، أي ما يصدق على الظاهرة العلمية، وهذا ليس بصحيح. لا يجوز تقنين أو يعني أستخدم كلمة تقنين، بل تعميم ما ينتجه البحث العلمي على جميع البيئات. فما يناسب المجتمع الغربي ليس بالضرورة أن يناسب المجتمعات العربية. فالمعضلة التربوية التي يعاني منها الوطن العربي الآن هي أننا عندما نستورد نظريات تربوية غربية يصح في أذهاننا أن هذه الغربية النظريات ستعالج بالضرورة ما يعتبر المجتمعات العربية وما يشوبه من شوائب، وهذا ليس صحيح. لكن لا يمنع أن نستفيد من بعض التجارب، يعني مثلا تجربة فنلندا. نعم، البعض يريد أن يدرس كثير من أهم معالمها، لماذا نجحت، كيف يمكن أن نستفيد منها. لكن دكتور سليمان ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا
أن الأقلية العربية وللأسف الشديد تتسم بسمتين خطيرتين، السجال والاختزال. نحن إن أخذنا شيئا من الغرب تمام نختزل الفكرة الكبيرة في جزئيات صغيرة ونبحث عن هذه الجزئيات، وما ذاك إلا لأننا نستعجل تطبيق النظرية. ولدت لو أننا نفهم النظرية كما ينبغي ونأخذ وقتا وما تتطلبه من وقت في فهم هذه النظرية ثم نتحدث عن تطبيقات هذه النظرية. والسجال العقل العربي حتى عند الباحثين العرب، ولذلك أنت تقول يعني ما يقوله البحث العلمي عن بيئة تربوية معينة ليس بالضرورة أن يصلح أو أن يصلح لبيئة تربوية أخرى. 100%. نعم. علينا أن نعي هذه الحقيقة، علينا أن نعي تماماً أن ما يصلح في 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 أوروبا مثلاً لا قد ليس بالضرورة أن يصلح في الوطن العربي. فالنظريات التربوية يعني مثلاً لما جاء بياجي وهو من أكابر علماء التربية ووضع مراحل للنمو تمام، هذه المراحل قد تنطبق على طفل في سويسرا وليس بالضرورة أن تنطبق على طفل في الأردن أو في تونس أو في السعودية، ليس بالضرورة تمام. هرم ماسلو هل بالضرورة أن يطبق على العالم كله؟ إذن هنا نظرة بنيوية أرادت تعميم أو النظر إلى الظاهرة التربوية كما لو كانت قانونا علميا، وهذا أضر بالعمل التربوي إلى حد كبير. طيب ما هي أبرز إشكالات يعني قضايا التربية في العالم العربي بشكل عام؟ يعني بشكل عام أما كما قلت لك نحن سجاليون إلى حد بعيد، يعني عندما نتناول نظرية ما قد لا يكون المهم في هذا الأمر أن نفهم هذه النظرية وأن نشرع في تطبيقات تمخضت عن هذه النظرية. نسجل من منا على حق، يعني أنا أفهم هذه النظرية أكثر منك وأنت تفهم هذه النظرية أكثر مني، وذاك لم نصل إلى حالة من الاتساق أو الإجماع على ما هو معرفي حقيقي ينبغي أن يكون سائدا في البيئات التربوية. هذه قضية السجال أو العقل السجالي مما يميز العقل العربي الحديث حقيقة تمام. نعم. والنقطة الثانية كما قلت لك نحن نؤمن إلى حد كبير بأحادية النموذج تمام. إذا أردنا أن نخطط لمنهاج ما نأخذ بنموذج واحد ونكرر هذا النموذج مرة ومرتين وثلاث سنوات طويلة، في أثناء تكرارنا لهذا النموذج سنوات طويلة تنبثق نماذج أخرى ولا نلتفت إلى تعددية هذه النماذج. هذا فيما يخص مثلا تخطيط المناهج. نعم. وقس على ذلك البرامج التربوية الأخرى، فهاتان السمتان الاختزال والاتكاء إلى حد كبير على أحادية النموذج الواحد وعدم الأخذ بالتعددية أضر إلى حد كبير أيضا بمنظومتنا التربوية وبالفكر التربوي. إن أجزت لي أن أستعمل هذا المصطلح الفكر التربوي العربي الحديث. نعم. تقول حصرت هوية المعلم بالمهني والإكلينيكي مع تجاهل عده ذاتا قادرة على التغيير. لو نوضح. نعم. أنا هنا في هذا في هذه الجزئية أتحدث عن برامج إعداد المعلم العربي. نعم. ما الذي تبتغيه هذه البرامج؟ هي تبتغي أن تعد معلما متسلحا بجملة من المهارات أو بجملة من المعارف فقط، وإن غيب عن قضايا مجتمعية هو يظل في نظر هذه البرامج يظل معلما ناجحا. نعم. ما أدعو إليه أنا على المعلم أن يكون على وعي ودراية بكل السياقات التي تحيط بعملية التعلم والتعليم. التعليم الذي يحدث داخل المدرسة أليس على مساس بقضايا المجتمع المحيطة في هذه المدرسة؟ 100%. أنا أدعو إلى أن يكون المعلم ذا هوية اجتماعية أكثر منها هوية إكلينيكية يعالج بها بعض القضايا التربوية. يعني أنت تريد أن يكون واعي مثقف متصق بقضايا المجتمع. هذا فحوى الكتاب الذي بين يديك لفكرة الوعي النقدي. نعم. أن يحيط المعلم. ما الذي يحتاج المعلم في الوطن العربي دكتور ماجد؟ أول ما يحتاج إليه المعلم أن يغير النظرة الدونية التي ينظر إليها أو ينظر بها إليه. للأسف الشديد ومما يحزن القلب أننا لا ننظر إلى معلمينا بكثير احترام. نعم. هذا على الجانب الاجتماعي. وعلى الجانب الاقتصادي المعلم العربي لا يظفر بأسباب العيش الكريم.
في 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 90% من الدول العربية في اعتقادي. علينا أول ما ينبغي أن نقوم به أن نغير هذه النظرة الدينية تجاه معلمينا بوصفهم بناة للحضارة أو مجددين جددا. هم المعلمون فقط من سيجدد أو من سيعيد المشروع العربي النهضوي الجديد، المعلمون فقط. فعلينا أن نبحث في أسباب تمكينهم الاقتصادي وفي أسباب تمكينهم الاجتماعي على حد سواء. نعم، النظرة السائدة دكتور ماجد، النظرة السائدة للمدرسة على الأقل عربيا هي أنها مؤسسة معنية بالتنشئة الاجتماعية للطلاب من أجل يعني طبعا إعدادهم للحياة والقيام بالأدوار اللي يحتاجها يعني المجتمع لينمو وتصبح هناك يعني رفاهية. ما رأيك بنظرتنا السائدة للمدرسة في العالم العربي؟ هذا سؤال على درجة كبيرة من الأهمية دكتور، لأنه يتحدث أو يفضي إلى الحديث عن الوظيفة الاجتماعية للمدرسة. وعندما أتحدث عن الوظيفة الاجتماعية للمدرسة أنا أستطيع أن أميز تيارين سائدين، تيار يدعو المدرسة إلى الحفاظ الاجتماعي أو الحفاظ المجتمعي، تمام، أن تكون المدرسة أداة للحفاظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده دون كثير استشراف للمستقبل، تمام. فهنا في هذه الوظيفة التقليدية وأحيانا تسمى الوظيفة الاجتماعية الوظيفية يعني functional approach، هذه الوظيفة التقليدية جعلت المدرسة تعيد إنتاج الطبقية الاجتماعية في كثير من الدول العربية، فبثت في أذهان الطلاب رسائل خفية أن الفقير سيبقى في مجتمعه فقيرا والغني سيبقى في مجتمعه بعد التعليم غنيا. فالمدرسة أعادت فرز هذه الطبقية الاجتماعية. كيف؟ عندما تحرص المدرسة على تقديم جملة من المهارات والمعارف لأبناء الطبقة المتوسطة تختلف عن تلك التي تقدم لأبناء الأثرياء، هذا التمايز في تقديم. أين يحصل هذا يا دكتور؟ في كثير من المجتمعات العربية، موجود في المجتمعات العربية. ويعني المادة اللي تقدم في الفصل، يعني في أي فصل، أنا أفترض وأتوقع أنه الطالب هو الطالب بما أنه موجود في الفصل سواء كان فقير أو من طبقة متوسطة أو من طبقة غنية، لكن الأثرياء سيذهبون إلى مدارس أخرى تقدم لهم برامج مختلفة وإن كان الأطفال في السن نفسها. نعم. يعني من سيدرس في الصف السادس في مدرسة حكومية لن يتلقى المعرفة ذاتها التي يتلقاها طالب آخر في الصف السادس لكن في مدرسة انترناشونال مثلا. نعم. فهنا الطالبان مع أنهما يعيشان في مجتمع واحد إلا أن ثمة تمايزا معرفيا حصل هنا. هذا ظفر بجملة من المهارات والمعارف وهذا ظفر بجملة أخرى مختلفة. هذه الجملة الأخرى المختلفة قد تمكن هذا الطالب ولا تمكن هذا الطالب. إذن التعليم هنا أعاد إنتاج الطبقية الاجتماعية. هذا الدور التقليدي المختصون في التربية باتوا ينادون بضرورة تغييره. إذا التغيير هي بمعنى إنه المدارس اللي لا تقدم هذه المهارات لابد أن تقدم هذه المهارات. لابد من باب تكافؤ الفرص على أقل التقدير. وبالتالي هذه الفجوة الموجودة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة يجب أن تتقلص. وبالتالي المدرسة تصبح، وهذا هو التيار الثاني، نعم، أداة للمستقبل المجتمعي. ماشي الحال. على الأقل هذه التفاوتات بين أبناء المجتمع تقل إلى حد كبير وتصبح المدرسة تعد جيلا قادرا على إحداث التغيير المطلوب. نعم. عوض أن تعيد الطبقية الاجتماعية، والطبقية الاجتماعية إن تفاقمت وإن زادت في المجتمع فلن تفضي إلى خير. يعني نعم. يعني المجتمعات التي تعاني من هذه الطبقية أصابها ضرر كبير. نعم. خلاف المجتمعات التي أدى التعليم بأبنائها إلى البناء وإعادة هيكلة المجتمع بشكل عام. فأنا أدعو إلى مدرسة تضع على كاهلها مهمة واحدة، النظر إلى المستقبل المجتمعي. هذه هي. نعم. أيضا لفت انتباهي أنك تكلمت أكثر من مرة في هذه الحلقة عن يعني مصطلح عقل عربي أو العقل العربي. هل هناك عقل عربي واحد أم أن هناك يعني عقول عربية متعددة؟ ما هناك فكرة واحدة ممكن أن نقول تمثل العقل العربي؟ شوف، هو العقل العربي أنا لا أتهمه بشيء، بالعكس العقل العربي قادر على التجديد وعلى الإبداع،
قادر على إعادة بلورة الظروف والأمور لينشئ منها ظروفا أفضل. أنا أؤمن بهذا، أؤمن بهذا الأمر تمام الإيمان. لكنك تؤمن بأنه عقل عربي ينطبق على العربي في المشرق في المغرب في يعني بيئة عندها إمكانية أن تبتعث الآلاف إلى الخارج، يعني مصطلح عقل عربي هل ينطبق على الجميع؟ وهو في هذه فيما يخص الفكر والتجديد للأسف الشديد كلنا في الهم شرق، فلا أرى فرقا يعني. لكن هذا لا يعني أن هذا العقل العربي مؤهل إلى حد كبير إلى إحداث التغيير المطلوب ولا احداث او البدء بصياغه المستقبل المجتمع الذي ننشده جميعا. انا واثق بهذا العقل رغم انه احيانا يفكر بطريقه احاديه واحيانا يرفض التعدديه في التفكير واحيانا لا يتقبل الى حد بعيد الراي الاخر. هذه سمات عامه هذه سمات عامه. نعم. واتمنى ان البعض يتهمك بان هذه رؤيه استشراقيه للعرب حينما تقول عقل عربي. هو عقل انساني مثل اي يعني عقل في العالم، ولكن أنا هناك ثقافات هناك مؤثرات. نعم صحيح. لا صدقنا لا أحمل أي اتهام. لا لا أنا أعرف أنا مثلا أستاذنا رحمه الله إدوارد سعيد من الناس اللي دائما يتحسس من هذه المصطلحات على سبيل المثال يعني. تمام تمام تمام. لكن أنا ربما يعني من حرقتي على واقع الواقع التربوي في الوطن العربي استخدمت هذا المصطلح، أنه آن الأوان أن يفكر الباحثون العرب بمنظومة تربوية مغايرة، منظومة تربوية تنهض بهذه الأوطان، إذ لا مجال أمام العربي إلا التعليم. فمن أجل ذلك إلى متى يعني النظريات التربوية التي تنشأ في الغرب، هل العقول الغربية أفضل من العقول العربية؟ بالتأكيد لا. لكن فرق بين عقل جاد ابتغى الحقيقة والسعي وراءها للتخلص من وضع معين مثلا وإيجاد مستقبل منشود، وعقل تباطأ وتعاجز وتكاسل أو توانى عن السعي. نعم. هذا ما أقوله أنا، وإلا أنا مؤمن بقدرات هذه الأمة ومؤمن بأن العقل العربي قادر على نقلنا إلى ما دعوته. نعم. آنفا بالمستقبل المجتمعي. كثير في العالم العربي وأعتقد أنه هم مشترك ربما حتى خارج العالم العربي، هناك قلق من خلخلة مفاهيم قيمية أو قيم اجتماعية معينة بحكم موجة وسائل التواصل الاجتماعي، التغيرات التقنية المهولة اللي ربما أصبحت أقوى تأثيرا من المدرسة على الطالب. نعم. مرة ثانية أنت تضع يدك على أمر مهم جدا جدا. شوف دكتور سليمان، علينا أن نميز بين التربية الأخلاقية وتربية الشخصية، يسموها الكاركتر إديوكيشن والمورال إديوكيشن. في التربية الأخلاقية نحن نفرض على طلابنا جملة من القيم والمعايير ارتضاها الكبار لهم وعلموهم أن هذا لا يجوز وهذا يجوز، تمام، من خلال المناهج هذا الأمر المدرسة. في تربية الشخصية الأمر مختلف إلى حد كبير، يقول لك ضع الطالب أو الطفلة أمام قضية خلافية أو مجموعة من القضايا ذات الجدل واتركه يفكر، فإن عودته على هذا الأمر مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس ستكون لديه فيما بعد قدرة على الحكم الأخلاقي. وإذا كان عند أطفالنا وطلابنا قدرة على الحكم الأخلاقي سيستقيم كثير من شأنهم في الحياة. فالمشكلة كيف يواجه طلابنا الآن هذه المتغيرات القيمية التي يشهدها العالم؟ نعم. إذا اقتصرنا على مفهوم التربية الأخلاقية لن تتبلور شخصية الطالب، لن يكون ممكنا. نعم. لكن إذا اهتممنا بتربية الشخصية من خلال وضع الطالب أمام جملة من الموضوعات الجدلية. نعم. ثم نفسح له المجال من خلال التربية الحوارية ليحاكم الأمور من منظوراته الشخصية، تمام، تنمو لديه ملكة الحكم الأخلاقي. نعم. ولن تؤثر في هذه التغيرات الجديدة التي تحصل، تمام. نعم. فأنا أعتقد أن الأمر معني بإعادة تأطير التربية الأخلاقية لنجعلها تربية للشخصية القادمة يعني. جميل تمام. جميل. دكتور ماجد حرب، أستأذنك بفاصل الفاصل الأول في هذه الحلقة، نعود بعد الفاصل ونكمل هذا الحوار مع الدكتور ماجد حرب. قوكي.
إذن نواصل هذا الحوار مع الباحث والأكاديمي الدكتور ماجد حرب. دكتور ماجد، كتبت عن ظاهرة المنهاج الخفي أو المنهاج غير الرسمي، ووصفته بأنه جملة من السلوكيات والاتجاهات والقيم التي يحملها الطلاب نتيجة انغماسهم في ثقافة المدرسة دون أن تقصد المدرسة ذلك صراحة. لو تشرح لنا مفهوم هذا المنهاج الخفي وكيف يتشكل. نعم، الحقيقة المنهاج الخفي اللي يسمى الهيدن كاريكولم يعني من المفهومات الساخنة دائما في الساحة التربوية، ويعول عليه الباحثون التربويون أهمية كبيرة لما يحدثه من أثر في تشكيل هوية الطلاب. فحوى هذا المنهاج أن الطلاب يتعلمون من خلال معايشتهم لثقافة المدرسة، يتعلمون قيما ومعارف وسلوكات واتجاهات وأخلاقيات من غير أن تقصد المدرسة أن تعلمهم إياها. فهو هنا يقف موقفا مضادا مع ما يمكن أن أدعوه بالمنهاج الصريح. المنهاج الصريح المنهاج الذي تقره الدول عادة من خلال وزارات التربية والتعليم، وتريد أن تعلم أبنائها من خلال هذا المناهج. لما ينغمس الطلاب في ثقافة المدرسة يتعلمون من أقرانهم، يتعلموا بعضهم من البعض الآخر سلوكات جديدة وأخلاقيات جديدة، ربما ظهرت منظورات فكرية متضاربة بينهم، وهذا فكر لماذا هذا جاء هذا يظفر ببور معينة مثلا وهذا لا مثلا، لماذا هذا غني وهذا فقير، لماذا يعني أسئلة كثيرة قد تحوم في حول في ذهن الطالب وتجعله يشكل قناعات معينة. الآن المدرسة لا تلقي بالا لما يتشكل بالخفاء، تمام. من أجل ذلك إيفان إلتش وهو من الناس المعنيين بالمنهاج الخفي قال أن خطورته تفوق إلى حد كبير أو أهميته تفوق إلى حد كبير المنهاج الصريح. لأن المنهاج الصريح يكون تنفيذه على أعيننا على مرأى منا، في حين المنهاج الخفي قد يتعلم الطلاب ما لا نحبه وما لا نريده ولكن بالخفاء، فالطلاب يتعلمون من ولذلك اسمح لي أقاطعك لأنه هذه قضية جدا حيوية ومهمة. صحيح صحيح، المنهج الخفي صحيح أحيانا يرتبط بالأستاذ أكثر من بيئة المدرسة. هذا حدث أنه المنهج يقول شيء ولكن الأستاذ يقول شيء آخر. نعم نعم. وإذا كان هذا المعلم لديه أجندات خاصة المنتمي لمدارس دينية متطرفة، فأعتقد قد تتفق معي وتختلف أن تأثيره أقوى من تأثير المنهج. دكتور سليمان، لو التفتنا منذ أمد بعيد إلى فكرة المنهج الخفي في مدارسنا لجفت منابع الإرهابي في الوطن العربي كله. معقول؟ صدقني أنا أقول هذا جازما، لأن كثير من منابع الإرهاب كان مصدره المدرسة للأسف الشديد. المدرس. المدرسة. هذا لا يعفي المنهج. طبعاً. في فترات طبعاً معينة. طبعاً. نعم نعم. وأحياناً ثمت رسالة صريحة وثمت رسالة خفية، والرسالتان متناقضتان. نعم. وعلى الطالب أن يختار. تمام. وكثير ما اختار طلابنا وقد غرر بهم الرسالة المضادة، مش الرسالة الصريحة التي تبتغيها الدولة. هنا من 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 فكرة المنهاج الخفي. نعم. تشير إشارة واضحة إلى كثير من منابت الإرهاب أحيانا والتي نمت وترعرعت في مدارسنا العربية وفي الجامعات أحيانا من غير أن نلتفت، ولذلك ربما أحيانا العناية بالمدرس يعني أكثر أهمية من العناية بالمنهج مع أهمية المنهج. من أجل ذلك أن تمكن المعلم اقتصاديا ومكنه اجتماعيا ثقافيا سيتحرر فكره. نعم. 100%. نعم. ولن يكون أداة سهلة أو مطوعة في أيدي من يغرسون في ذهنه فكرا متطرفا لا نريده. تمام. يعني مثلا على سبيل المثال دكتور، وأنا قاطع كثير لكن الحديث مهم، يعني كما قرأت ويعني نماذج كثيرة جدا في الوطن العربي أنه جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين مثلا تركز على موضوع التعليم والمدارس جدا، لأنه تجد بيئة أو تجد عناصر قادمة من هذه فتركز على الطالب المميز بحيث يدرس كلية التربية لكي يعود إلى المدرسة ثم يصبح يعني من أدوات جمع يعني الأعضاء الجدد، إقناع أعضاء الجدد إلى آخره. فأنت تقول أن المنهج الخفي خطورته أيضا في أنه قد يكون من أدوات التطرف. هذا المثال الذي طلبته وهو مثال صحيح جدا لن يترعرع إلا في ظل منهج خفي غير ملتفت إليه.
صدقني. لكن لو التفتنا إلى هذا المنهاج الخفي في مدارسنا تمام، لن يتأتى لهؤلاء أو لهؤلاء أن يقوموا بالأدوار التي يريدونها. نعم. يعني أحيانا يشكلون ما يريدون تشكيله لأنهم يعلمون أن ليس ثمة أعين تراقبهم تمام. نعم. فيشعون ما يريدون. المنهاج الخفي قضية خطيرة جدا، وعلى النظم التربوية العربية أن تلتفت إليه، كيف يتشكل ومتى يتشكل وكيف ينغمس الطلاب في هذا المنهاج. نعم. ونحن لا ندري. نعم. خطورته في أنه ينمو ويكبر 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 في الخفاء ونحن لا نعلم عنه شيئا. وكما قلت لك كثير ربما من الأفكار الضالة والمنحفرة والمنحرفة أنا آسف جاءت من قناة المنهاج الخفي للأسف الشديد. يعني نعم. تقول المدرسة قد تغدو مرتعا خصبا تنمو فيه بذور الخوف، لو توضح لنا هذه دكتور ماجد. أنا هنا يمكن أتحدث عن أحيانا الفوارق الفردية بين الطلاب، أحيانا مثلا الفوارق بين البنت والولد ماشي الحال، أحيانا يمكن الولد في المدرسة ولا تمكن البنت تمام. البنت نتيجة عدم تمكينها ستكون نتيجة أنها خائفة من الناس وخائفة من المجتمع وتقل إلى حد كبير ثقتها بنفسها. خذ ثنائية الفقير والغني، الفقير سيجد زميله الغني ممكنا إلى حد كبير، ستنبت بذور الخوف والقلق في ذهنه، كيف أواجه العالم، أنا لا مكنة لي تمام. أحيانا الثنائيات في المدرسة هي من ينشئ الخوف والرعب تمام. المدرسة العربية عليها أن تلتفت إلى هذه الثنائيات وتقلص ماشي الحال. الحل الوحيد يكمن فيما يمكن أن أدعوه بالتربية الحوارية من خلال الحوار، من خلال الحوار. وموضوع التفاوت بين البنات والأولاد، هناك توجه في كثير من التجارب التربوية في العالم العربي إلى إيجاد معلمات على الأقل في المرحلة الابتدائية. صحيح. هل وجود المعلمة في المدرسة في الفصل يخلق هذا التوازن، يخلق يعني هل هو إيجابي أكثر إيجابية لنقل في العملية التعليمية؟ هو لا شك في هذا الأمر أن له عواقبه الإيجابية. يعني والعالم الآن يتحدث عن الجندر بالانس إديوكيشن، التربية المتوازنة جندريا، لكن ثمة ما هو أهم في الموضوع، المنهاج كيف يعطي الفتاة دورها الحقيقي في المجتمع، كيف يعني الخبرات التعلمية الواردة في المنهاج، كيف تمكن المرأة، كيف تمكن الفتاة. عندما تتحدث عن منهاج في الأدب مثلا، هل حول منهاج أسماء شاعرات وناقدات وأديبات وقاصات وروائيات أم اقتصر على الذكور؟ العلم لماذا يناط في كثير من الأحيان بالذكورية؟ يعني ذكورية العلم قضية خطيرة جدا. نعم. وكأن النساء لم يسهمن أبدا في النهضات العلمية على مر السنين. نعم. في الفيزياء في الكيمياء في تمام يغيب دور المرأة إلى حد كبير. الدور الاجتماعي الذي تلعبه المرأة بوصفها نصف المجتمع حقيقة غير واضح في المناهج. الخطاب ذكوري، حلل السؤال الآتي، أعرب ما يأتي، وضح بلغتك، ولا يقال وضحي وأعربي، لا يقال بيني، لا يقال تمام. فالخطاب المنهاجي خطاب ذكوري محض غيب إلى حد كبير المرأة أو قلص من دورها. من هنا المدرسة أصبحت مكانا للخوف للقلق، مكان غير مريح للفتاة عند الفتاة. نعم. تقول مما يجعل المدرسة بيئة أكثر إنسانية اهتمامها بالتربية الجمالية. نعم. تقصد بالفنون؟ نعم، ليس الفنون، الإحساس بالجمال. الإحساس بالجمال. نعم. كيف يعني؟ شوف أنا سأعطي مثالا الآن. السيدة مريم وهي تحتضن سيدنا عيسى، هذه اللوحة الجميلة تمام. نعم. من كان لديه فكر منحرف أو متعصب سيرفض النظر أو الحكم الجمالي على هذه اللوحة رغم أنها تعج بالجمال والدفء تمام. من كان لديه إحساس بالجمال، بجمال الكون، بجمال الروح، بجمال الإنسانية، لن يأخذ هذا الحكم المتعصب وسيقول ما أجمل هذه اللوحة. الذي دعاه إلى كسر حاجز التعصب إحساس الجمال فقط، إحساس الجمال. فأنت أحيانا نحن في حياتنا نفوت كثيرا من فرص الإحساس بالجمال لمعتقدات ربما كانت بارية أو قديمة أو لم يعد مأخوذا بها.
أنا أعتقد أن الجمال مهم جدا جدا، ومهم أن يرتبط بالنظام التربوي. التربية يجب أن تعنى منذ أن يتعلم الطالب الحروف، القراءة والكتابة، كيف يكتب وكيف يقرأ، منذ نعومة أظافره، يعني أن يتعلم كيف يستشعر الجمال، يستشعر الجمال في علاقته مع أبويه، في علاقته مع أخوانه، بجيرانه، في حبه لوطنه، في انتمائه لأمته، في الطبيعة، في السماء. هذه المعاني الجمالية تحد إلى درجة كبيرة من القلق، من الخوف، من التوتر الذي يعيشه شبابنا هذه الأيام. ما رأيك في فكرة دائما تطرح ونطرحها كثيرا هنا في حديث العرب، تعليم الفلسفة، إدخال الفلسفة ضمن المناهج، أهمية وجود مواد لها علاقة بالفلسفة، وخطورة غياب هذه المادة من مناهجنا، وأنا أتكلم عن مرحلة الثانوية وما قبل. وهذا سؤال مهم جدا 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 صحيح، واليونسكو أصدرت تقريرا يدعو إلى تدريس التفلسف ومنذ الصغر، واعترض على هذا التقرير. هل التفلسف غير الفلسفة؟ هو تدريس الفلسفة. طيب تفضل. واعترض على هذا التقرير كيف نعلم أطفالنا الصغار في الرابع والخامس الفلسفة؟ فورد في تقرير اليونسكو أنه يا أخي علمه ما الخير وما الشر، هذا فلسفة. علمه ما القبيح وما الجميل، هذه فلسفة. ما الحق وما الباطل، هذه فلسفة. علمه، ضعه في موقف أخلاقي واتركه يحكم كيف يتصرف ويتعامل مع هذا الموقف، هذه فلسفة. غياب الفلسفة عن المدرسة العربية أضر بها أيام أضر. وأنا أشكر لك أن نبهتني إلى هذا الأمر. الفلسفة العربية أو تدريس الفلسفة مغيب تماما، إلا في بعض الدول، أعتقد يمكن في المغرب تدرس في المراحل الثانوية أو في الجزائر، لا أدري. في السعودية الآن أقر منهاج في المدارس. نعم. وينبغي هو أن يقر. نعم. الفلسفة والمنطق، والفلسفة من شأنها أن تجعل الطالب ينظر إلى قضية ما أو ظاهرة ما من منظورات متعددة، وألا يقتصر على منظور واحد. هذه تعلم الفكر النقدي أيضا، وهو التفكير النقدي، وهو ما نريده. تمام. والفلسفة تظل كما هي، كما كانت وكما ستبقى، لطائف العقل. نعم، لطائف العقل. نأتي أيضا إلى سؤال عن المناهج اللي لها علاقة بالتاريخ. يعني في مدارسنا العربية يعني يلاحظ أن هناك جانبين في مادة التاريخ. أولا مبالغة وتضخيم في أمجاد الماضي. صحيح. مع الاحترام والتقدير يعني بعض تلك التجارب ربما تكون محقة، ولكن هناك مبالغات أحيانا تضلل أبناء اليوم أو جيل اليوم. اثنين، هذا التصور والمبالغة في وصف العلاقة المتنافرة بين المسلمين وغير المسلمين، علاقة من العداء، من الكره إلى آخره، في وقت نحن بأمس الحاجة أن نتعلم التسامح وأن نعيش التسامح وأن نمارس التسامح حتى يعني to survive. يعني تقييمك أو رؤيتك من خلال دراساتك أبحاثك لمادة التاريخ التي تدرس في مدارسنا في العالم العربي بشكل عام. سيدي، ما يطرح في كتب التاريخ في المدرسة العربية يجب أن يعاد النظر فيه، ولا سيما فيما يتعلق بتاريخنا القديم. يجب أن يعاد النظر فيه، يجب أن نعلم الطالب كيف يكون خيالا تاريخيا مستندا إلى المنطق، إلى شيء. نعم. من المنطق. كثير من الأحداث لا تخضع إلى المنطق، نعلمها للطلاب عنوة وعليهم أن يحفظوها ويرددوها، ونحن في داخلنا نعلم أن ثمة مبالغة في هذا الأمر. علينا أن نستقرئ التاريخ مرة ثانية، وأن نقدم من الحقائق ما هو متفق عليه يعني، وما خلى من المبالغة والتهويل. ثم أن علاقة العرب والمسلمين مع غيرهم على مر التاريخ كانت إلى حد كبير مثالا صراحا على التسامح العربي والإسلامي، ومن يقول خلاف ذلك وهو واهم. العرب والمسلمون أظهروا أمثلة أو ضربوا أمثلة ناصعة في كيفية التعامل مع غيرهم، مع الآخر المختلف. نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأمثلة. أما الانغلاق أو ما يصوره البعض أو ما تطرحه كتب التاريخ من الانغلاق بدعوى الحفاظ على الهوية أو بدعوى
الحفاظ على أنفسنا أو الخوف من الآخر هذا لا يستند إلى دليل أو برهان أبدا. نعم. فكتب التاريخ المدرسية يجب أن يعاد النظر فيها وأن يقرأ التاريخ ويستلهم التاريخ العربي مرة أخرى استلهاما مستندا إلى المنطق إلى المنطق والعقل العلمي. نعم جميل. أنت أيضا ممن بحث بعمق في نظرية التربية النقدية، طبعا عندك كتاب مهم في هذا الموضوع. خلينا نوضح المقصود بفكرة التربية أو بمفهوم أو نظرية التربية النقدية واختلافها عن التربية السائدة حاليا. نعم. أنا أعتقد أنه آن الأوان أن نبرز الخصوصية التي تنماز بها الظاهرة التربوية. نعم. وكما قلت في مستهل هذا اللقاء، الظاهرة التربوية تختلف اختلافا كبيرا عن الظاهرة العلمية، والظاهرة العلمية إن خضعت لقوانين معينة فإن الظاهرة التربوية تظل ظاهرة إنسانية لا يجب أن تخضع للقوانين ذاتها. فيجب أن أنظر إلى التربية أو إلى الظاهرة التربوية. نعم. على أنها ذات فراد، تمام، وأن أبحث في كل ما يمكن أن يشكل هوية الطالب ويمكنه في المجتمع ليصبح إنسانا بالدرجة الأولى، ثم منتميا إلى أمته، إلى لغته، إلى وطنه، تمام. التربية النقدية تقوم أولا وأخيرا على إعطاء الحق للجميع في أن يتعلم وفي أن يعيش عيشة كريمة، تمام، وتنظر إلى ثنائيات كثيرة جدا تسود المجتمع، يعني كما قلت لك الفوارق الجندرية بين الذكر والأنثى، الفوارق الطبقية بين الغني والفقير، الفوارق العرقية أحيانا بين الأبيض والأسود. المنظرون في التربية النقدية يقولون يجب أن تختفي هذه الفوارق كلها وأن يعمل الجميع في مشروع نهضوي يحرر الإنسان من أي قيد آخر. نعم. ما هي أبرز الدكتور أبرز المحاولات العالمية اللي نجحت في تطبيق فكرة منهج التربية النقدية؟ يعني شوف، هو حجتنا في التربية النقدية البرازيلي باولو فريري، تمام. نعم. وباولو فريري في كتابه الشهير بيداغوجي اوف ذا اوبرست، تربية المقهورين، يعني يقول أنه لا يمكن أن نخلص إلى تربية حقيقية من غير حوار. والتربية الماثلة في أيامنا، يقول باولو فريري، تربية تسلطية قوامها أن المعلم يفرض على الطالب آراء كثيرة من غير أن يحاوره فيما يعلمه، فهو تعليم بنكي، استخدم the concept bank of education، أنه معلومات زي الـ ATM مثلا، أنت لك رصيد في البنك تضع البطاقة ثم تسحب ما تحتاجه. نعم. من مال. نعم. نحن نضع في أذهان الطلاب معلومات ثم نسحبها وقت الامتحان، يعني بس انتهت هذه الفكرة اليوم في بعض البيئات العربية. أنا أقصد اليوم حتى في العالم العربي طالب ربما أكثر ذكاء من أستاذه في طريقة التعاطي مع التقنية، بيروح على جوجل ويطلع المعلومات، يعني ما يحتاج حتى يحفظ هالمعلومات. لكن دكتور سليمان انظر، ما زلنا في نهاية الفصل الدراسي نسأل نجلس طلابنا جميعا وهذه أوراق الامتحان، جاوبوا ما درسناه إياكم خلال الفصل. هذا تطبيق، هذا ارتداد إلى الماضي أيضا. إذن نحن لم نأخذ بالفكرة، يعني أنت مع فكرة أنه خلاص ما في امتحانات، على الأقل أن تخفف إلى حد كبير، لأنه في بعض المدارس ما يعني انتهت فكرة الامتحان، الطالب تختبره في معلوماته. لأنه دكتور سليمان أصبح، يعني جورج ماتوس حذر من فكرة خطيرة جدا سماها التست دريفن كاركلم، المنهاج المقول بالاختبار، أنه أصبحنا في المدارس غايتنا الأجل أن نعلم الطلاب أو ندربهم كيف يجتازون الامتحان وليس كيف يفهمون المنهاج. إذا ميزنا بين اجتياز الامتحان وفهم المنهاج، واخترنا أن يجتاز الامتحان الطالب لا أن يفهم المنهاج. من أجل ذلك أنت الطالب جاب 95% في الثانوية العامة، تقول هذا طالب ممتاز، بس يمكن 95 لا تدل أبدا على مقدار فهمه. نعم. للمنهج، يمكن تدرب كثيرا على فقرات. صحيح. الاختبار. صحيح. هذه قضية تعاني منها النظم. نعم. التربوية العربية. التربية النقدية
تقف حربا ضروسا ضد هذه الفكرة. أنه يا أخي الغاية مش من أن تختبر ما الطالب. ما يوجد امتحانات في التربية النقدية؟ يوجد لكن هذا طابع إنساني وليس طابع معلوماتي. بالضبط. نعم. لن تفضي إلى الخوف والرعب، لن تكون استعمارا. نعم. تربويا يعني. استعمارا تربويا يعني الاختبارات الثانوية في الوطن العربي استعمار تربوي. انظر ما يرافقه، خوف وقلق ورعب وتعب نفسي قبل النتائج. نعم. يعني أصبح يشبه هذا الاستعمار. التربية النقدية تقف حربا ضروسا ضد هذه الأشياء. ليتهم سمعوا كلامك قبل ما نخلص حنا الثانوي دكتور ماجد. قبل ما نخلص أنا وأنت في نفس المرحلة. طيب دكتور ماجد حرب، بستأذنك بفاصل أخير وأعود بعده لنكمل هذا الحوار. أو معي إذا نواصل هذا الحديث مع الدكتور ماجد حرب حول التربية وواقع التعليم في الوطن العربي. دكتور، تتحدث في كتابك عن الاغتراب الذي قد يسببه التعليم. كيف يمكن أن تؤدي النظم التربوية في العالم العربي إلى ما تسميه أنت بالاغتراب؟ دكتور سليمان، إذا النظام التربوي ممثلاً بالعملية التدريسية وبالمناهج، تمام، لم يستجب لحاجات الطلاب واهتماماتهم وميولهم، سيشعر الطالب بشيء واحد، أنه إنسان غريب عن هذا المجتمع. تمام. الآن هب أنك أمام مجموعة من الطلاب، فلنقل من الطبقة المتوسطة، والمنهاج يتحدث عن أسر ثرية جداً ويضرب الأمثلة منهم والصور من بيوتهم. الطالب من الطبقة المتوسطة لن يشعر أن هذا المنهاج يتحدث عنه. هب أن فتاة تدرس منهاجا ما، والمنهاج يمجد الذكورة ويزدر الإناث مثلا، ويرسم صورا ممجدة للذكور من غير الإشادة أو الإشارة بإسهامات الفتيات أو النساء بشكل عام. الفتاة ستشعر باغتراب تدرس هذا المنهاج. حالة الاغتراب تنشأ من ماذا؟ أنك تشعر أن المكان الذي أنت فيه أنت لا تنتمي إليه ولا يحقق ما ترنو إليه. حاجاتك، اهتماماتك، ميولك، رغباتك، ما ترنو إليه غير مستجاب لها في هذا المنهج أو في النظام التعليمي. تمام. فحتى نقلص هذه الحالة علينا أن نلتفت ما الاهتمامات التي تشيع عند طلابنا، ما حاجاتهم الحقيقية، ما رغباتهم، ما الذي يرنون إليه في المستقبل، ثم نعيد النظر في مناهجنا كيف يمكن أن تستجيب هذه المناهج لهذه الحاجات حتى لا يظل الطالب يعيش حالة من الاغتراب. تمام. من أجل ذلك تكون لحظة سعيدة جدا عندما يغادر الطفل أسوار المدرسة منطلقا إلى البيت. نعم. لأن المدرسة بالنسبة له، وهذا يفسر على فكرة انتشار حالات التسرب المدرسي، لأن الطالب اختار أن ينتقل إلى ثقافة استجابت له بعد أن أخفقت الثقافة المدرسية في الاستجابة لحاجاته. أنا أعتقد أنه هذا التعريف الأدق لعملية التسرب المدرسي، هي حالة من الانتقال بين ثقافتين. نعم. لذلك لم تستجب للطالب إلى ثقافة استجابت له، أو يعني الطالب شاف المجتمع أنه نعم أفضل له من المدرسة، فبدأ يتسرب شيئا فشيئا. ولو المدرسة أحسنت الاستجابة لرغبات هذا الطفل أو الطالب لما فكر بالتسرب منه. هل يمكن أن نقول بأن المناهج التعليم، المناهج الدينية والتاريخية في العالم العربي تؤدي إلى الاغتراب؟ لأنه اللي يحصل كما نلاحظ أنها تخلق حواجز بين الذات وبين الواقع العام. هذا لأن هذه المناهج لم تحسن التعامل مع الإنسان العصر الحديث، وأغفلت فكرة أن الخطاب الموجه لطالب في 2020 نعم ينبغي أن يكون مغايرا لخطاب وجه لطالب عاش قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة. يجب أن نأخذ من المتغيرات والسياقات. نعم. المتغيرة حتى يستجيب المناهج للطالب. نعم. المناهج الدينية بالذات، المناهج الدينية
لأنه لها أثر، لأنه لها أثرا في تشكيل هوية الطالب إلى حد كبير أحيانا، وفي كثير لازال هذا الأثر موجودا. أن تعيد النظر كيف أنظر إلى 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 الإنسان المعاصر، إلى الطالب بوصفه إنسانا معاصرا منفتحا على نوافذ كثيرة. الإنغلاق لن يقود إلى إعداد الإنسان الذي نريد أبدا أبدا. نعم. على مناهج التربية الدينية أن تعي هذا الأمر حقيقة. نعم. يعني. كيف نحمي، ليضيق الوقت أريد أن أسأل هذا السؤال، ظاهرة العنف، ظاهرة التطرف، ظاهرة داعش وأخواتها، كيف نحمي طلابنا في مراحل الثانوية وما قبل من التأثر أو الانخراط في صفوف هذه الجماعات؟ ربما المنهج الخفي يلعب دور كبير جدا في تهيئة البيئة حتى يسهل استقطاب شاب في المرحلة المتوسطة. صحيح. أو الثانوية. صحيح. كيف ممكن بعد اللي حدث من عنف وتطرف وإرهاب في السنوات القليلة الماضية في العالم العربي، كيف يمكن للتعليم أن يكون فعلا أداة من أدوات الحماية الفكرية الذهنية لهذا الشاب؟ تقرر التربية الجمالية منذ الصف الأول ابتدائي. مستحيل لمن يستشعر الجمال أن يكون في يوم من الأيام قاتلا أو متعطشا للدماء، مستحيل. تمام. الأمر الثاني، تقرر التربية تتطلبا إجباريا يشكل فرصة سانحة أمام طلابنا لينفتحوا على نوافذ معرفية كبيرة جدا. هذه قضية جدا مهمة. الالتفات إلى ديناميات المنهج الخفي في المدارس، ثمة آليات وإجراءات يمكن أن ننفذ من خلالها إلى المنهج الخفي وما يفعله في نفوس طلابنا في كثير من بيئات التعلم. هذه الأمور الثلاثة إذا التفتت لها النظم التربوية العربية، أنا أعتقد أن الشأن التربوي سينصلح أولا إلى حد كبير، ثم أن المدرسة لن تكون أبدا منبتا لفكر منحرف أو لمعتقد فاسد. أنا هذه قناعتي، يعني هذه الأمور الثلاثة يجب أن تكون. نعم. ركائز في التعليم العربي في الأيام القادمة. ما أكثر ما يقلق الباحث الأكاديمي الدكتور ماجد حرب، وأنت المختص في قضايا تطوير التعليم والتربية في العالم العربي، ما أكثر ما يقلقك على واقع التعليم اليوم في العالم العربي بشكل عام؟ أكثر ما يقلقني على الصعيد الأكاديمي أننا لحد هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة لم نخلص إلى نظرية تربوية عربية جامعة تعبر عن هويتنا العربية لحد الآن. لم نفعل هذا الأمر. على صعيد المهني أنا أريد الالتفات كثيرا إلى حال المعلم العربي حقيقة. أنا أرنو إلى أن يكون المعلم العربي أسعد المعلمين في العالم. أتمنى أن أصل أو أن أرى هذا المشهد بأم عيني، أن أرى معلما عربيا ممكنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا غير محروم من أي فرصة للنمو المهني للنمو الإنساني. المعلم العربي، شوف فلان من الباحثين في التغيير التربوي، باحثين المرموقين، له مقولة يعني teacher education is the problem, teacher education is the solution. إعداد المعلم هو المشكلة وإعداد المعلم هو الحل. فالمعلم إذا حلت مشاكل المعلم إلى حد كبير جدا مشاكل النظام التربوي ستكون محل. نعم. شكرا جزيلا الباحث والأكاديمي الدكتور ماجد حرب، أشكر قبولك دعوتنا في حديث العرب، كما أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على هذه المتابعة. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.